اسامه انا ما قدرتش خويا العزيز راني عيطت لك باسكو نو سولمون في باتنا فيل ما نعرف حتى واحد سورتو هاد القضيه وهاد الحكايه وهاد القصه هذه اللي ارشيتكت سي مراد سي مراد لاباس بك مرحبا بك اسام ارشيتكت ستاجير لابرانتي هذا يعني ارشيتكت ستاجير لابرانتي شوف سي مراد موالف تشوف الحصه تاعنا شفت واش صرا كاع من قبل هادي من دو جامي فيو مخمخ لها مراد خويا هاد الانسان طيب قال لي هذا عبقري وما نعرف ان شاء الله الكره راهي في مرماك يا سيدي الكريم ان شاء الله اخويا ربي يقدرنا ربي ان شاء الله نبداو درك ايميدياتمون ان شاء الله لي طاديليو على ربي ان شاء الله نقولك حاجه انت اقسم بالله غير نلصق لك في الروضه أولى العمليات أخذ القياسات وتفقد البيت لمعرفة كيفية وضع مخطط جديد يناسب العائلة والخروج بها من الأزمة. السلام عليكم. السلام. مراد خويا لاباس. السلام عليكم. شكون هادوما؟ السلام عليكم. شكون هادوما؟ شكون هادو مراد؟ لا برانتي تاني؟ هادو مارش لا برانتي. ها؟ ارشيتكت زينين لك شي حاجة. الله يبارك الله. عندها علاقة قلت أنت هو الأرشيتكت هما لا برانتي. أنا كيد في الليل وخممت شوية ومن بعد جاو عاود. مخمخت يعني؟ مخمخت وعطيت لهم هما داروا كملوا النصبة تاعهم. احكيوا لي واش درتوا لنا هنا لي جون؟ ألوغ بون ديتا دي ليو تندرنا. سونا بون ديزيني لي بوزوان تاع لا فامي هاك شفتهم انت اه على بال كيفاش حكيت لهم كلش حكيت لهم كلش على بالهم ايزون بري السؤال الاول شحال خرجتوا لي من شومبرا؟ 4 شومبر الله يبارك 4 3 وصالون ولا 4 وصالون؟ 4 وصالون هي قدرتوا تجيبوا 4 وصالون؟ نفس الكو فيها شويه شونجمون نيفو فيها دو دوش اون شومبر دو بلوس عاود لي 5 شومبر كيفاش؟ عندنا اون ميزانين ميزانين هذيك عندنا باللغة شكون هي؟ درتو سدة دي مالاد مونتو سدة سقيفة سمسي لوكازيون دي مالاد مونتو وين درتو السدة هادي وين؟ فوق هادي شنو؟ هادي واش كان بكري؟ كانت بكري كراج هذا هو الكراج تسمى فوق الكراج درتو سدة باسكو كاين اللي تسع شوية الفوق فوالا باسكو ما شاء الله عليكم نقدر نقول لك باللي راح تكون من أجمل المنازل اللي درناهم ونقدر نقول لك ثاني ربي اللي رزقهم وماشي حنا وربي هو اللي يفتح الابواب اذا كان ربي وفقنا وندير لهم هذا الشيء ان شاء الله يا الهي يا مجيب الدعوات تشكرون في الجنه تحشرون اجمعين ان شاء الله نتلاقاو غدا ان شاء الله ان شاء الله عليه سلامه صبيحة غير عادية صبيحة يوم الجمعة حضور قوي وقوي جدا ليكون ردا على إجابة طرحت من قبل وهي كيف سيكون رد أبناء الشاوي والجواب هو هذا الحشد الكبير الذي اجتمع من أمام منزل عائلة دراس ولحسم موقعة باتنا وأولى الخطوات هي لباس الحماية الذي يحمي هؤلاء الأبطال من أي حادث فألف شكر وشكر وتحية لكل من حضر لهذه الملحمة